اما هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الاخيره ولا تكون هيك يمكن اروق واخف للناس. اليوم معنا فنانه شابه امتازت بصوتها العذب، خلونا نتعرف عليها. معنا الفنانه انابيلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلين، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحك اهلين صباحكم. يعني خلينا نبلش هيك بتصبيحه منك، شو حابه تصبحي على الناس بصوتك وبعدين نبلش حديث اكثر. اوكي، شيلة فيروز يلا تفضل. المايك شغال؟ شغال. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي، يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى، في منتورة طاقة وصورة خدني لعندن يا هوا. فزعني يا قلبي اكبر بيها الغربي، وما تعرفني بلادي خدني. سلم هالصوت. خلينا نحكي كيف بلشتي أنا بالله، وقد صار لك بمجال الغناء؟ هلا صار لي عم تقريبا 10 سنين بس متقطعة. كان في حالات تجيكي مثل حالات صدمة اليأس من لما أنت تفكري بدك تدربت. أنا عملت فوكاليز، ما رحت على المعهد العالي للموسيقى لأنه كنت أحب التمثيل، فرحت على الفنون المسرحية وكان هاد غلطي. فما فيك تقدمي على الاثنين سوا. قدمت سنتين على الفنون المسرحية ومصرة انه لا بدي تمثيل، لانه كنت فكر انه التمثيل ممكن يفتح مجال ياسر هذا المجال، اما الموسيقى ما بياخذك لهذا المجال. كان هذا غلطي، وبالمرتين ما انقبلت بالفنون المسرحية لانه العدد اللي كان لازم ينقبل كثير قليل، فبجوز كان بدي اجتهاد اكثر او كنت اصغر او في اسباب تانية ما بعرف شو هي، فما انقبلت. كملت انا درست ادب فرنسي وصرت اعتمد على الدروس الخاصه. فصار لي شيء 10 سنين دربت عند الاستاذ علي حداد المايسترو، بوجه له تحيه، يوسف دقنوش. دربت عند اساتذه كثير، عماد تركزي. بعدين بلشت بدي، يعني ما فيك تضلي عم تدربي، بدك تورجي هذا الشيء للعالم، توصلي الشيء اللي انت عندك اياه. انصدمت لما تروحي اول شيء انت بتبلشي من البدايه بالصفر، لانه احنا ما عندنا شركات انتاج كثير قليل، فبتدقي باب المحلات مثلا باب توما بالمحلات الكذا. فانا انصدمت انه لا، بيفرضوا عليكي سيستم معين انه لا نحن بدنا مثل على مبدا مثلا ريم سواس وشعب شعبي كثير. خلينا نقول ستايل الشعبي شوي بس اوفر. يعني مثلا انا حاولت مثلا وشلون انام الليل، وشلون انام الليل وانت على بالي. ما بدهم هذا الصوت هن، هي شعبيه بس حتى هيك لا بدك تغنيها انه وشلون انا مثلا، يعني انه بدك تغيري لهجه. ما قدرت، انصدمت، انحبطت، وقفت سنه ما بقى دربت، انه انا ما فيني، مو ستيلي. رجعت، ما فيكي عندك صوت، ما فيكي، بدك ترجعي. رجعت تمرنت، رجعت كمان ما في نفس اللي بيفرضوا عليك، ومو انه اغنيه او اغنيتين. طيب حاولتي تروحي لطريقه ثانيه اللي هي هلا صرنا نشوف كثير شباب، ونحن استضفنا يعني حتى اعمار صغيره، يعني من فتره كان معنا صبيه عمرها 16 او 17 سنه وهلا قدمت على احد المسابقات تبع اختيار الصوت، اللي هن بلشوا من السوشيال ميديا، صفحه خاصه لهم بينشروا عليها مقاطع للاغاني، وصارت هي عم بتساهم بانتشار المواهب بشكل كثير كبير. جربتي هذا النوع او حتى المسابقات؟ جربتي تشاركي بشيء؟ هلا حاولت، قدمت على عرب ايدل بس ما زبطت. ما يعني هون عملوا عنا من فتره صار لهم سنتين هلا بلشوا بمسابقات للاصوات السوريه. لا ما جربتي تدقي هذا الباب؟ لا. طب ننصحك لانه شفنا كثير اصوات. أنا حتى بعمر صغير اتجهت للباب الثاني، انه هلا السوشيال ميديا احتلت العالم فينا نقول تقريبا. صحيح. فبدي وجه تحية لمدير الشركة، لشركة دريم تشالنج. عملنا صفحة هلأ لليوتيوب وللفيسبوك،
فقلت انه بدي ورجي الشيء اللي عندي اللي انا بحبه، مو حدا يفرض علي انا شو بدي غني. فعملنا صفحه من حوالي شهر تقريبا وعم نرسم خطه بلان معين، وان شاء الله يا رب يعني متفائله خير ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بنتمنى لك هون بتحسي في مساحه للحريه خاصه فيك، بتقدري تقدمي نفسك بالطريقه اللي بتحبيها. مو والله هلا هي انا ماني ضد ريم، انا ما عم بحكي انه هي بجوز هي شايفه حالها هون كذا، انا ما عندي مشكله الا جمهورها والا انا ما فيني يعني انا مو ستيلي ما فيني ما طبعا ما فيني. طب خلينا نعرف الناس اكثر على ستيلك ونسمع اغنيه ثانيه بطريقتك وبالشيء اللي انت بتحبيه. انا جورج بتحبي تفضلي. اكيد سلطان الطرب الله يطول بعمره ويشفيه يا رب. امين يا رب. ليلة وداعك بكيت النايات وغنت معي على حن يا ويلي ورايح ويا جوعة الغمرات عخصر لفو الزنب الشميلي ليلي وكانت آخر السهرات قديش فيها قلت يا ليلي خدلي ليالي كل عمري وهات بعد ليلي مثل هالليلي ليلي وترغلي يا ترغلي غلي بضلوعي غلي ترغلي يا ترغلي غلي بضلوعي غلي وانا بدك قلبي الغالي لو كانو سعره غالي وان بدك قلبي الغالي لو كانو سعره غالي منرخص ما منغلي منرخص ما منغلي. اسلم هالصوت اسلم هتم. خلينا نحكي يعني بلشتي هلا شوي شوي تحطي يمكن خطوات اساسيه لبدايه مشوارك الفني، ومثل ما قلتي بلشتي بصفحه على السوشيال ميديا ليتم الانتشار بشكل اوسع، شو الخطوات الثانيه اللي حاططيها ببالك؟ اكيد يمكن عندك خطه من خلال هيدا العمل. هلا عم فكر باول شيء بدي في انا اغنيه انا عملتها الفتها ولحنتها فبدي اسجلها باستديو ونزلها. طلع خطرت فجأة على بالي، ما كنت مخططة وأنا ما بكتب وبلحن، بس فجأة خطرت على بالي يمكن من وراء الأزمة النفسية اللي عشتها من هي، فطلعت معي الأغنية بدي سجلها باستديو وبلس بدي مثل ما الكل عم يعمل حتى الفنانين الكبار، مثلا مثل من كم يوم حضرت لهذا القصير عم تسجل أغاني لفنانين صحيح قديمة صحيح. فأساس فبتشوفي أنت على أساس نجاح الصفحة بتجيك العروض بتجيك القصص بتجيك هي. هلا بنهايه الحديث اذا انا لنفترض ما لقيت عرض، يعني ما اجاني عرض من خلال صفحتي، في شيء نفسي في شيء روحاني انه انا عم بعمل اللي علي، ما رح استسلم لحتى تجي اكيد ان شاء الله لحتى تجي الفرصه أكيد. بس انه انا حاعمل اللي علي، حسجل اغاني حاشتغل لسه على صوتي، يعني عم بعمل كل الخطوات لحتى يجيني العرض اللي انا بشوفه مناسب لإلي. أكيد. قبل ما نختم معك حابين كمان نسمع هيك غنية منك وبعدها رح نختم الحلقة مع المشاهدين. تفضلي. هلا بحب الخليجي كثير بعد جورج. تفضلي. الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي انرسم فيها خيالك والحنين اللي سارى بروحي وجالك ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاقة لك مشتاقة لك كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوتي وضحكتي لك فيها الشاي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب
شوف حالي من تطري علي الأماكن 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 كلها مشتاقة لك مشتاقة لك. تسلم هالصوت وشكرا كثير، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا ميرسي. شكرا. اكيد بنتمنى لك التوفيق انا بيلا، وان شاء الله يا رب هيك نستضيفك بمحطات فنيه قادمه تكوني حققتي اللي بدك اياه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم ميرسي. نور مع هالصوت الحلو بنكون وصلنا على ختام صباحنا لليوم. مثل العادة بنتمنى لكم كل التوفيق، بكرة يوم الجمعة إن شاء الله يا رب هذا اليوم يكون يوم حلو لحتى الناس تقدر تطلع تتمشى وتشم هواء أكيد، وبنتمنى لكم كمان التوفيق بكل شيء بتعملوه. خلوا الابتسامة هي رفيقة دربكم مثل العادة، وتضلوا بألف خير، وأكيد نور نهارك سعيد. نهارك سعيد سلمى. لهون بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على شاشة الإخبارية بحلقة خاصة من البيست أوف خلال رحلاتنا الصباحية خلال هالأسبوع. من هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. خلينا نختم معك بمقطع غني صغير، شو حابة نختم؟ الليالي تمر علينا تمر علينا، والسهر جرح عينينا جرح عينينا، عالحبايب للهوى رحنا اشتكينا، هني معنا يا ترى ولا علينا، عالحبايب للهوى رحنا اشتكينا، هني معنا يا ترى ولا علينا، ضاعوا فينا واشترونا وما حكينا، يا ريتهم بالمحبة ينصفونا، يا خوفي قاسي قلبي اللي قاسونا، يجي يوم ويرجعوا لنا ما يلاقونا، يا خوفي قاسي قلبي اللي قاسونا، يجي يوم ويرجعوا لنا ما يلاقونا، بين جفاهم أو رضاهم حيرونا وسهرونا الحبايب.